مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في قناه ليبيا الوطنيه. تتجول عدسه قناه ليبيا الوطنيه في مدينه شحات وفي منتدى ثقافي في المدينه، وذلك من اجل الاستطلاع على ما تقدمت به وزاره السياحه او الهيئه العامه للسياحه من دوره تدريبيه من اجل الاتصال الفعال والاتصال الايجابي وبناء الثقه. في نهايه ختام الدوره لا يسعنا الا ان نقدم جزيل الشكر والتقدير لمنتدى الإعلام والثقافة شحات، وقفة رائعة وطيبة، وأيضا الشكر موصول للدكتور الخبير الدكتور جاب الله موسى حسن، أعطى من وقته ومن جهده ومجانا ليعلم الجميع وبدون أي ثمن من أجل الوطنية ومن أجل الواعز الوطني ومن أجل نجاح العمل السياحي. بارك الله فيهم مشكور. طبعا انا مدرب الدوره، اسمي الدكتور جبل موسى حسن، استاذ عامل الاداب والمناظرات وديناميكي مجموعه جامعه تكساس. الدوره هذه بدات الاسبوع الماضي والدوره مدتها حوالي 4 ايام، وطبعا نشكر المتدربين على سعه الصبر حقيقه، لان الدوره مكثفه ونامل انهم يعني تحصلوا على الاشياء اللي طبعا نبون في فيما يتعلق بالسياحه وبناء الذهنيه السياحيه، وعلى على اعتبار ان السياحه هي صناعه، ويعني نامل ان تكون في دورات اخرى بالنسبه للعمل الروحي للفريق والاتصال ودورات تتعلق بخدمه العملاء. في دورات كثيره جدا، يعني اعتقد ان المتدربين في حاجه لها. المستهدفين في الدوره معظمهم مدراء ورؤساء اقسام، طبعا كلهم يعني العاملين في الهيئه العامه للسياحه، وهؤلاء هم المستهدفين، حوالي 10 منهم، وكانوا جيدين حقيقه يعني، وكانوا صبرهم لان الدوره زي ما قلت مكثفه ومدتها قصيره والمنهج كان مكثف ومعظم عملي. 80% من هذه الدوره عملي، اللي هو القاء الخطاب طبعا، تدريبهم على يعني على كسر حاجز الخوف من الجمهور اللي كانوا في السياحه، نفس الشيء التدريب على مقابلات العمل يعني، والاشياء كلها هو عمليه تدريب ويعني مراني ممارسه، وكانوا جيدين حقيقة. ونامل أن الهيئة العامة للسياحة تأخذ في الاعتبار تدريب الموظفين، لأن في اعتقادنا يعني الساجد قبل المسجد والناس قبل الساس، هذا هو اللي المفروض يكون في ليبيا. في الحالة هذه لا نتجاهل تطوير المواطن والتنمية البشرية وتوعية المواطن فيما يتعلق بالسياحة، لأن السياحة اعتبر بالنسبة لي أنا وبالنسبة لليبيا وخاصة هذه المناطق، منطقة شحات ومدينة شحات، يعني تعتبر احنا المفروض نركز عليها ويكون عندنا بدائل، لأن النفط ممكن آئل للنضوب، وبالتالي يعني لازم يكون عندنا خيارات اخر في 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 الدخل القومي. بالتالي السياحه تعتبر احد الاشياء، بالتالي نحاول بطريقه او باخرى نحاول يعني ننظر للسياحه على انها صناعه، وننظر للسياحه على انها مورد يعني بديل للنفط، اللي الان حتى سعر البرميل الان تقريبا 50 دولار. بالتالي يعني نشكر الهيئه العامه للسياحه في يعني الانتباه لهذه الحيثيه، وهذه الحيثيه مهمه جدا في تطوير كوادر الهيئه العامه للسياحه. يعني لكون المواد هذين غريبه شويه او ما نصحها غير موجوده، هذا التخصص كونه دقيق وغير موجود حتى في العالم العربي، اللي هو الببليك سبيكينج والاتصال الفعال، لكن اعتقد الاداء بشكل عام كان كويس بحكم ان ما عندهمش خلفيه على هذه المواد وعلى هذه المفاهيم، مفاهيم الاتصال داخل المؤسسات، الاتصال الايجابي بناء الثقه. لكن انا الى حد ما كمتدرب راضي على الاداء يعني في نهايه الدوره، ونامل ان الهيئه العامه للسياحه يقوموا بدورات اخرى زي ما قلت لك فيما يتعلق بروح العمل الجماعي، خدمه العملاء، يعني حل المشكلات، الاشياء هذين، تدريب مرشدين سياحيين. يعني نحن فعلا في حاجه لهذه الصناعه، ولازم نحولها من سياحه الى صناعه سياحه، ولازم ننمي الذهنيه السياحيه للمواطن الليبي تحديدا في هذه المناطق. يعني أنا ألتقي مع السيد علي محمد سلطان، مدير الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة العامة للسياحة. مرحبتين بك. مرحبتين بك. أولا نرحب بالإعلام، القناة الليبية الوطنية والرسمية، وبارك الله فيكم على تلبية الحضور. حضوركم يدل على حرصكم لأجل التوعية ونشر المعرفة والعلم. ما نقوم به اليوم هو إعداد دورة من أجل اتصال فعال داخل الهيئة العامة للسياحة. شكر وتقدير للخبير الدولي الدكتور جاب الله موسى حسن، بارك الله فيه، مستشار بالهيئة العامة للسياحة. الحقيقة أثناء خطة عمل الهيئة العامة للسياحة لما وضعنا خطة، الخطة وضعت من خلال مستشارين، الناس اللي هم خبرة بمجال السياحة، وحيلت إلى رئاسة الوزراء
لغرض تفعيل الخطة. من ضمن الخطة إدارة التنمية الموارد البشرية من أجل إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على قيادة العمل السياحي، وأيضا للظروف اللي تعاني منها الهيئة العمل السياحي على اعتبارنا في طور الإنشاء، بارك الله فيهم منتدى المدينة للعلم والثقافة شحات، برضو نوجه لهم شكر وتقدير في هذه اللحظة، قاموا بتقديم كل العون والدعم من أجل إقامة هذه الدورة اللي استمرت لمدة 4 أيام. قام خلالها الدكتور بتقديم منهج رائع جدا ومتطور وحديث. المستهدفين الموظفين بديوان الهيئة العامة للسياحة، نحن على الاعتبار يعني في ظل الإمكانيات الموجودة حاليا، مستقبل إن شاء الله حيتم خطة أوسع بالداخل وبالخارج. نحن حتى من ضمن الدورات المستهدفة في القريب العاجل بإذن الله في حال توفرت ميزانية سيكون عندنا دورات في الخارج مستهدفا منها الموظفين بالهيئة العامة للسياحة. الحقيقة بارك الله فيهم وبذلوا مجهود، منهج كان مكثف خلال 4 أيام، مدة يعني قصيرة ومقابلة بالمنهج المكثف، فكان لهم الحقيقة استقبال ورحابة صدر ووسعة بال، وكانوا ملمين وأجروا امتحانات وكانوا على قدر كبير الحقيقة من الوعي والفهم وتقبل المنهج، وكان لهم دور كبير في إنجاح العملية التعليمية. أولا دورة يعني هذا علم جديد، ولو علم الخطابة علم جديد على ليبيا وعلى الوطن العربي كامل. نتمنى أن نكون قد كنا في مستوى ظن الدكتور جبلة اللي أعطانا من وقته وجهده، وبارك الله فيه اللي قدمنا هالمحاضرات والورشة العمل، وإن شاء الله من مزيد أكثر وأكثر، لأن هذا علم جديد وعلم حديث، وهذا هو اللي يحتاجه سوق العمل الليبي. إذا كان نبني دولة مؤسسات ونبني دولة، هذا أحد الأساسيات والركائز عليها إن شاء الله. والله هي الدورة كانت بعنوان الاتصال الفعال والاتصال الإيجابي وبناء ثقة داخل المؤسسات، وكان المشرف على هذه الدورة الدكتور جبلة العبيدي. يعني بكل صراحة نشكر الدكتور بارك الله فيه، لأن استفدنا منه الكثير والكثير في هذه الدورة. نشكرك مرة أخرى. والآن نحن نقوم بمرحلة اللي هي لنهاية الدورة توزيع الشهادات إتمام الدورة. المتدرب الخامس عيسى محمد عيسى. المتدرب الأخير، مشكورين الجميع، جمال محمد الظهر. في نهاية الدورة لا يسعنا إلا أيضا نقدم الشكر والتقدير للدكتور جبلة موسى حسن، أعطى من جهده من وقته، وشهادة تقدير من الهيئة العامة للسياحة باسم الدكتور أحمد علي عبد الجليل نيابة عن الدكتور في انشغال اليوم. أيضا الشكر والتقدير لمنتدى المدينة للإعلام والثقافة شحات، مشكورين ورائعين وبارك الله فيهم على الوقفة الطيبة. أيضا في النهاية لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر جزيل الشكر والتقدير لكل من حضر الدورة، يدل على وعيهم ويدل على حرصهم على أنهم يتعلموا المزيد والمزيد. أيضا الشكر موصول لباقي موظفين بالهيئة العامة للسياحة لما سحبش الوقت أو الظروف أنهم يحضروا الدورة. أيضا الشكر للأستاذ محمد عبد السلام، شكر للدكتور جبلة، والشكر للجميع، الشكر للفريق الإعلامي بجميع القنوات جميع الإعلاميين.